صباح الخير. النهاردة هنتكلم عن ملك اسمه توت عنخ آمون. هو ده الملك توت عنخ آمون. تخيلوا الملك ده من زمان أيام الحضارة والمصر القديم، كان عنده 9 سنين بس. أنا حابة تفضل الصورة موجودة. كان عنده 9 سنين بس ساعة ما تولى الحكم، وساعة ما مات ما زال كان صغير، كان عنده 18 سنة. لغاية دلوقتي احنا مش عارفين الملك توت عنخ آمون ده مات ازاي، بس اللي احنا عارفينه مثلا عند المصريين اللي كان زمان بيتجوزوا صغيرين، مش دلوقتي، زمان كان بيتجوزوا صغيرين. والملك توت عنخ آمون كان متزوج من الملكة أو أميرة، هو باباها الملك إخناتون ومامتها كانت الملكة نفرتيتي. إخناتون ونفرتيتي، تمام؟ دول يبقوا إيه؟ حما توت عنخ آمون. أوكي؟ لقينا مقبرة توت عنخ آمون بالصدفة في مدينة اسمها الأقصر، محافظة الأقصر، دي موجودة في الجنوب مصر، في البر الغربي غرب نهر النيل، في مكان اسمه وادي الملوك. واحد انجليزي اسمه هوارد كارتر لقى مقبرة توت عنخ آمون اللي كانوا قاعدين بيدوروا عليها فترة طويلة. المقبرة كانت مستخبية بالتراب، عليها تراب كتير 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 كتير. بالصدفة واحد من العمال بيحفر عشان يحط الجردل اللي فيه المية، هو زير، فبيحفر معمول من الفخار، فبيحفر عشان يثبت الزير، زير فيه مية عشان الناس اللي هناك تشرب. العمال صدفة سمع صدى صوت، فقال للناس اللي بتشتغل عند هوارد كارتر شغالين في المنطقة، كانوا شغالين في مقبرة واحد تاني، ملك تاني اسمه رمسيس الستة أو رمسيس السادس. فهوارد كارتر قال لك لا، يلا نحفر، احفروا، شيلوا التراب دون. وفعلا قد كان مقبرة جميلة ما فيش فيها حاجة اتسرقت، مليانة ذهب وأحجار كريمة، كل حاجة لقيناها. لقينا هدوم الملك، لقينا الصندل، لقينا الذهب، لقينا الزيوت اللي كان بيستخدمها كبارفانات، لقينا كل حاجة، الخنجر، أدوات الصيد اللي كان بيصطاد بيها الملك توت عنخ آمون. توت عنخ آمون كان بيحب الصيد في الصحراء، كان يطلع على العجلة الحربية زي الكاريتا كده وحصانين كبار يزقوها ومعاه الرمح والسهم ويبدأ يصطاد. كان بقى فيه ممكن أسود، كان فيه ممكن نمور، فهود، غزلان. دلوقتي مفيش الحيوانات دي موجودة، مش موجودة عندنا في صحراء مصر، بس كانت موجودة زمان. عندنا حيوانات تانية دلوقتي في الصحراء، فكان يصطاد الحيوانات دي. وبرضه هو صغير بقى، فكان برضه يحب يصطاد من النيل. يصطاد ايه من مية النيل؟ مية النيل مية عذبة غير مية البحر. كان يحب يصطاد السمك، تمام؟ يطلع على المركب ومعاه رمح، عصاية طويلة اخرها حاجة كده مدببة شكلها مثلث تريانجل، ويبدأ ايه تيك يضرب بيها، يصطاد بيها السمك. برضه كان بيحب يصطاد الطيور في نفسه وهو في المركب مثلا كده، في عصاية كده زي ايه نص دايرة، يركز كده ويقوم يخبطها على الطائر اللي بيطير ويصطاده. كان بيحب برضو اصطياد الطيور. طيب اوقات فيها الملك كان قاعد في القصر زهقان ملان، يعمل ايه؟ كان بيلعب شطرنج. لقينا لوحة او من الخشب متقسمة بطريقة معينة شبه لعبة الشطرنج، هي ما كانتش اسمها شطرنج عندهم، كانوا مسمينها السنت. طب ايه مش معنى مسمينها سنت؟ المصريين القدماء يا ولاد ايام خوفو وخفرع ومنكورع وزوسر وسنفر والناس دي كلها ما كانوش بيتكلموا زينا عربي كده، كان بيتكلموا لغه تانية اسمها الهيروغليفيه. لغايه دلوقتي احنا مش عارفين هم كانوا بينطقوها ازاي، بس عارفين كانوا بيكتبوها ازاي، ولها نحو اللي هو جرامر، ولها جمله فعليه وجمله اسميه وفعل ماضي، ده الهيروغليفي. فعرفنا من المكتوب على
جدران المقابر، المعابد، الملك توت عنخ آمون ده كانت قصته ايه، اتجوز امتى، مات امتى، بس ما تذكرش هو مات ازاي. تمام؟ في ناس بتقول احتمال احتمال وهو بيصطاد في الصحراء وقع فركبته اتعورت، حصل له انفكشن يعني حصل له الجرح اتلوث فمات تسمم الدم، بتسمم الدم. في ناس بتقول احتمال يكون اتقتل، لغايه دلوقتي احنا مش عارفين. طيب نشوف الملك، بعض الصور اللي معايا للملك توت عنخ امون. مثلا الصوره الحلوه دي، على فكره اثار ملك توت عنخ امون لسه موجوده في المتحف المصري، الحقوا زوروا المتحف المصري في الاجازه قبل ما الحاجات دي كلها تتنقل للمتحف الجديد، او نستنى لغايه المتحف الجديد. ادي اهو صوره موجوده، ده الملك قاعد توت عنخ امون على الكرسي بتاعه، والكرسي ده موجود في المتحف برضه ولقيناه في المقبره، وقدامه مراته ماسكه طبق في ايديها في بارفينات وزيوت، وبتاخد حبه من الزيوت وتحطها على كتفه. تمام؟ ده الملك مين؟ توت عنخ امون. برضو كان الملك مثلا في صور هنا عندي انا حابه اوريها لكم خاصه بالملك مثلا توت عنخ امون، واللي هيطلع معايا في الكتاب ايه؟ هور هور. دي مثلا اللي انا بقول لكم عليها دي اسمها الكتابه الهيروغليفيه، ده عمر تاني برضو معايا. ده الكتابة الهيروغليفية، الشكل ده اسمه خرطوش، الشكل اللي هو الاوفل شيب ده او الشكل البيضاوي ده، الشكل اللي كان بيتكتب فيه جواه اسم الملك. تمام؟ اسم الملك بيتكتب في شكل الايه؟ الاوفل شيب دون، وبيتسمى خرطوش. طيب ده ذهب الملك توت عنخ امون، شايفين هنا عندنا القلادة، انا عاوزه بس اتاكد الصوره واضحه. القلاده ليه زي السلسله بس تقيله شويه. طب كان الراجل بيلبسها ازاي؟ السلاسل التقيله دي للموميا، والخفيفه دي اثناء الحياه اللي هو كان عايش فيها. طيب الملك اهو واقف على المركب، ده شكل بس تمثال، واقف على المركب وفي ايده اهو العصايه الهربون عشان يصطاد بيها السمك. طيب ايه تاني؟ هي دي اللي بكلمكم عنها بقى، دي اللوحه او الخشبه متقسمه لمربعات بنسميها دلوقتي شطرنج، او هم بيسموها سنت. المصري القديم كان بيسميها سنت، اوكي؟ احنا بنسميها شطرنج شويه، احيانا في لعبه تانيه شبهها اسمها طاوله. ده الكرسي، ده كرسي الملك توت عنخ آمون، معمول من الخشب ومطعم كله بالذهب، حاجه في منتهى الجمال. ده كرسي تاني جميل جدا، شايفين الحته دي؟ استنى اقول لكم عليها كده، الحته دي دي في الكرسي دي زي المفصلات تتني عشان ممكن نتني الكرسي دون ويتطبق ويتفرد ويتاخد معاه في اي مكان. برضه في مقبره الملك توت عنخ آمون لقينا السرير بيتطبق ويتفرد وفيه مفصلات، معيش صورته هنا، ما نروح المتحف ممكن نشوفها. فكان في الصحراء الراجل تعب من الصيد، يوم يقعد يريح شويه وينام، فالعمال يطلعوا له السرير دون يفردوه ويبدا ينام عليه. برضو كان مثلا الملك توت عنخ امون حران، لقينا في مقبرته ما كانش ايامهم بقى ولا في تكييفات ولا في مراوح، فكان ايامهم كان في مراوح يمسكوها في ايديهم. ايه فريده؟ ده مين؟ استنوا فريده، عارفه اهو مين ده يا فريده؟ توت. ايه فريده بتقول لكم توت، تمام يا فريده؟ صح. فكان في المراوح، مروحه كان بيمسكها في ايده ويهوي بيها، بس في نفس الوقت ده ملك، فكان ممكن واحد زي ما انا قاعده كده واقف مع فريده اهو اهي وهوي كده وراها، فكان عمال يقفوا وراه ويهووا على الملك توت عنخ امون. الملك مين؟ توت توت عنخ امون. هش الدبانه. يلا اشوفكم المرة الجاية. باي باي. باي. باي.